طبعا البورصة المصرية بتشهد مزيد من الاستقرار فوق المستويات ال 10,000 نقطة للاي جي اكس 30، وشفنا ده بالفعل النهاردة في أولى جلسات بعد أجازة عيد الأضحى المبارك. والنهاردة بالفعل البورصة المصرية ارتفعت ل 10,620 نقطة. أنا شخصيا بتوقع خلال الفترة القادمة مزيد من الارتفاعات والاستقرار فوق مستويات ال 10,000 نقطة، وده بسبب عدة أسباب. يعني في رأيي الشخصي هناك أسباب عديدة لهذه الرؤية. طبعا أولا إحنا شفنا الارتفاع أدنى مستويات حققها مؤشر اي جي اكس 30 خلال فترة جائحة كورونا عند حوالي 8,600 نقطة، وده طبعا مع طبيعي جدا في ارتداد مع جائحة كورونا. ولكن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقراره بأن يقوم البنك المركزي بدعم البورصة المصرية ب 20 مليار جنيه، أيضا البنك الأهلي وبنك مصر أعلنوا من فترة أنهم كمان هيبدأوا يستثمروا في البورصة المصرية، وعدة قرارات يعني عدة بنوك وعدة صناديق كبرى قررت انها هتستثمر في البورصه المصريه. ومن هذه اليوم راينا بالفعل ارتفاع فوق ال 10,000 نقطه وعدم الرجوع ادنى هذا المستوى مره اخرى، وده خلال فتره نحن نعيش في أسوأ حالات الركود التي يعيشها العالم منذ الكساد الكبير من 1930. فلذلك من المتوقع ان نرى ثبات فوق مستويات 10,000 نقطة، أتوقع ارتفاعات فوق 11,200 نقطة. أنا شخصيا متوقع أن نرى قمة جديدة، بمعنى الكلمة أن نرى قمة جديدة للبورصة المصرية في حالة إعلان أن هناك اللقاح كورونا تم إنتاجه وتوزيعه على العالم بالفعل، وعودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى. التوقيت احنا يعني طبعا ما فيش وقت محدد لأن هذا يعلمه الله فقط لا غير، ولكن بعد هذا الإعلان سنرى ارتفاع للبورصة المصرية لتحقق قمة جديدة في رأيي الشخصي لأول مرة في تاريخها. ليه؟ لأن طبعا الاستقرار الذي شهدته البورصة المصرية خلال الفترة السابقة والاقتصاد المصري بالكامل بإشادة أغلب الوكالات والمؤسسات الدولية، يعني العالم بالكامل أو المؤسسات الكبرى في انتظار إشارة لانتهاء كورونا عشان تبدأ تستثمر في أنهي دول، وبالتأكيد مصر هي من أولى الوجهات لهذا القرار.